أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه عمق علاقات التعاون والصداقة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية اليونان، وما تشهده من نمو وازدهار متواصل على كافة الصعد. جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قصر الصخير هذا اليوم مع السيد جورجيوس كاتروغالوس وزير خارجية جمهورية اليونان الصديقة الذي يزور البلاد. ورحب صاحب الجلالة بمعالي الوزير اليوناني الذي نقل إلى جلالته تحيات فخامة الرئيس اليوناني بوركوبيس بافلو بولس ومعالي السيد أليكسيس تسيبراس رئيس الوزراء، وتمنياتهما الخالصة لشعب مملكة البحرين بالمزيد من التقدم والرقي، فيما كلفه جلالته بنقل تحياته وتمنياته لفخامة الرئيس ولرئيس مجلس الوزراء ولشعب اليونان الصديق بدوام الازدهار والتطور. ونوه جلالته بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات البحرينية اليونانية، مؤكدا تطلع المملكة لتعزيز الشراكات القائمة والاستفادة من خبرات وإمكانيات البلدين بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين. من جهته أعرب وزير الخارجية اليوناني عن تقديره للدور المهم لجلالة الملك المفدى في ترسيخ الروابط الثنائية وتعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين على كافة المستويات، مؤكدا تطلع بلاده إلى تقوية أواصر العلاقات والتنسيق مع مملكة البحرين في المجالات السياسية والاقتصادية والسياحية والثقافية لكل ما فيه خير البلدين والشعبين الصديقين.